الاخوه السلام عليكم، عندي حوار مع الاخ ابراهيم. السي ابراهيم اش بغيتي تقول لي؟ اللي بغيت نقول لك هو راه غادي نصوبوا هنا مزيان وغادي ندير واحد لاروسيت طبيه ان شاء الله، طبيه هنايا غير ببرودوي ناتوريل. فهمت؟ كتعالج مشاكل ديال العجز الجنسي عن طاكس عن طاكسيات كيعانيو منه بزاف. الطاكسيات عندهم مشكل كيعانيو منه بزاف، كتعرف شحال بزاف هربوا لهم عيالاتهم بزاف داك على قبل العجز الجنسي. فهمتي؟ وانا لقيت العلاج. نقول لك واش العجز الجنسي ولا الخيانه الزوجيه؟ لا العجز الجنسي، الخيانه الزوجيه كتجيهم هما ماشي من عندهم هما، كتجيهم من المراه. فهمتي؟ فهمتي؟ هما اللي كيتخانوا، هما اللي كيتخانوا ماشي هما كيخونوا، هما سون فيدال لي تاكسي، هما كلهم تاهما لا اخونا زوجاتنا اخونا زوجاتنا. واش دابا سي ابراهيم واش عندهم عجز جنسي من جهه ديال الرجل ولا من جهه المراه؟ من جهه الراجل، المراه بخير وعلى خير. المراه جالسه في الدار شاده دوتي، واش خصنا نديروا من الاخ هذا؟ المراه جالسه في الدار شاده دوتي اللي كوموند وحده تاع التلفزه وحده تاع المانيت. شوف المانيت، انت تجيب لي هذه الوصفه هذه وانا غنديرها مع الكرعين المانيت التاكسيات. المانيت التاكسيات لا غنديروها انا، هذه الوصفه هذه معقوله ماشي وي نصوبها هنا قدامك، هنا قدامك وندخلت نديروا مع الكرعين والحمص. كلو كرعين وحمص راه مزيان قد يعاونهم. ودابا انت السي ابراهيم، دابا انت السي تقول لك دابا انت السي ابراهيم دابا ضربتي كرعين مع راسك ياك، وداك الشيء وداك الشيء تعالجتي شويه افروديزيا. البارحه البارحه دخلت للدار صافي، مشيتي البارحه دخلت للدار مشيتي بحال شي تور، الجيران كاملين كيدقوا في الحيط دوسمو مسيو، الناموسيه كتخرج لنا وحطير. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. اذا اش بغيت دير من الوصفه؟ بغيت دير الوصفه ديال اللي كتعالج العجز الجنسي عن الطاكسيات وعند الناس كاملين، وستو الناس اللي فاتوا الستينات مثلا. أيوة فاتوا الستينات هاد المواد هادو مي غتجيبهم غادي يجيو معايا، غير جي انت جيب فيلمي وانا غنجيب جميع المواد. والاخوه قبلوا ياخذوا هذا سموتو، ولكن غادي ياخذوا واحد في ايوا المشكل دابا. شوف دابا المشكل اللي خاذا غادي يتفضح. لا ما غيتفضحوش حيت هي شاجو لون تيرم، ماشي بحال الفياغرا هذه. لا ولكن هذه كدير واحد العلاج لون تيرم. هي ولكن هي خصوصيه للناس اللي عندهم العجز الجنسي، هو الناس اللي غادي يجيو ياخذوا غادي يشوفوهم ناس اخرين يقولوا هذا كان منا اذا عنده ايه كيف الا بغى يجرب يجي كيف مشكل. لا وي وي وي